إنه يوم حافل بالاكتشافات بالنسبة لليو ووالده، فهما يتعرفان على أصوات آلة الناي ويبدو أنها تروق كثيراً لليو. الموسيقى جزء هام من حياتنا، وبالنسبة للرضع تعد الموسيقى جسراً يربط ما بين نصفي المخ الأيسر والأيمن، كما تثري الموسيقى والأصوات الجديدة تطلعاتهم المستقبلية وذهنيتهم. أما الموسيقى الحية بالذات فهي تتمتع بخصائص علاجية، بذلك يمكن للوالدين حماية أطفالهم الرضع في هذا العمر المبكر من شتى الأصوات المؤذية التي يصدرها العديد من الألعاب الاصطناعية.